بالرياضة كمان التضامن مع فلسطين وشهدائها بوجه آلة القتل الإسرائيلية إله تمن. لاعبين عرب ومن أصول عربية عم يواجهوا عقوبات من أنديتهم الأوروبية وتهديدات من سياسيين ببساطة لأنهم مع فلسطين وغزة وضد الإجرام يلي عم بيصير. تضامن كريم بنزيما مع غزة، فاتهموا وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين. Et depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. وطالبت النائبة اليمينية فاليري بويه بسحب الجنسية الفرنسية والبالون دور من بنزيما يلي عم يحضر دعوة قضائية ضد الوزير والنائبة وغيرهم بتهمة التشهير والتحريض عليه. المغربي نصير مزراوي تضامن مع فلسطين وأعلن نادي بايرن ميونخ التحقيق معه بعد هذا الموقف، وأكد النادي حرصه على سلامة أصدقائه بإسرائيل وأمله بالتعايش بين شعوب الشرق الأوسط. وبألمانيا كمان فسخ نادي ماينز عقده مع المغربي أنور الغازي للسبب نفسه، وعم الطالب جماهير يونيون برلين فسخ عقد التونسي عيسى العيدوني لتضامنه مع غزة. أما نادي نيس الفرنسي فأوقف عن اللعب لاعبه الجزائري يوسف عطال رغم حذفه منشور تضامني مع غزة، وممكن يواجه كمان تهم بالدفاع عن الإرهاب. ترهيب المتضامنين مع فلسطين ما بيوقف على الفوتبول، فالاتحاد الإسرائيلي للتنس تقدم بشكوى ضد التونسية أنس جابر لتوقيفها عن اللعب نتيجة موقفها الداعم لأهل غزة، وتعرض السباح المصري عبد الرحمن سامح لتهديدات نتيجة دعمه فلسطين. People have been attacking me all week for supporting Palestine. ترهيب المتضامنين مع غزة وأهلها عم يمنع أو يأخر مواقف تضامن مع فلسطين، بس الأصوات بعدها عم تطلع ولو بخجل لرفض المذبحة يلي عم بتصير. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water and medical supplies urgently.